رفع التجميد عن مشاريع تهيئة المناطق الصناعية وكذا استغلال المزارع النموذجية هو ما أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى أمام نواب البرلمان خلال عرضه لمشروع عمل حكومته، نقطة اعتبرها بعض ممثلي الشعب مجرد شجرة لا يجب أن تغطي غابة التحديات الصعبة التي حملها المخطط. صرح بها السيد رئيس الوزراء حوالي 50 منطقة صناعية أو 52 أعتقد على المستوى الوطني، فنحن نبارك مثل هذه المبادرات، ولكن الشيء المفصلي، الشيء الذي يثير تخوفنا هو الطرح الجديد، هو سحب المال محليا، هو الطريقة اللي راهي تسعى فيها الحكومة من أجل تدارك هذه الأخطار، هي تراها هكذا ونحن نراها غير ذلك. خبراء الاقتصاد عكس النواب يرون في هذه الخطوة أكثر من ضرورة في وقت تبحث فيه الحكومة عن الدفع بالقطاع المنتج إلى الأمام. 50 منطقة هي استراتيجية لأنها تدخل في برنامج تحول اقتصادي، تتعلق ب40 ولاية وتتعلق مرتبطة بالطرق السريعة، وبالتالي نحن نأمل بأن هذه المناطق الصناعية ستعطي دفع كبير للسياسة المنتهجة من طرف الحكومة في الإقلاع الاقتصادي خاصة في القطاع الصناعي، لكن بشرط نتمنى أن الأخطاء التي وقعت فيها الحكومة السابقة ما تقعش فيها الحكومة الحالية، أن تمنح هذه المناطق حسب دفتر شروط محدد وتكون حكومة صارمة عدم تغيير نشاط هذه المناطق، وبالتالي إنجاز هذه المشاريع في الوقت المناسب. 50 منطقة صناعية عدد ليس بالقليل، لكن هل ستكون مردوديتها بالحجم المنتظر مستقبلا أم أننا سنرى مجرد هياكل بلا روح؟